بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامكم سعيدة بعيد الغدير الأغر. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. 5 أشياء لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته عليها. 5 أشياء على الزوج أن لا يفكر بأن يجبر زوجته على القيام بها. نعم، إذا ناقشها وحاورها وأقنعها لا بأس، والأمر راجع إليها أولا وأخيرا. وإذا لم تقتنع برأيه وبكلامه، لم تقتنع، فليس له الحق أبدا شرعا بأن يجبرها على هذه الأمور 5. أولها خدمة أهله، وهذه المشكلة الكبيرة جدا عندما تكون بعض النساء كالجاريات، يأتي بها جارية وكأننا في عصر الجاهلية، في عصر النخاسين، عندما يذهب رجل ويأتي بجارية لتخدم أمه وأباه وإخوته وأخواته، وهذا لا يجوز شرعا. يعني الواجب على الزوجة أن تقوم بالتمكين من نفسها فقط للزوج، وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه فقط، هذا الواجب. حتى خدمة الزوج ليس بواجب عليها شرعا. نحن يعني كما قلنا سابقا، نحن نضع هذه المقاطع الفيديوية نتيجة أن كثير من النساء يتهمن الله عز وجل ويتهمن رسول الله وأهل البيت عليهم السلام بأنهم واقفون مع الرجل، وبأن الله قد ظلم المرأة، وهذا ما تعكز عليه الغرب إلى يومنا هذا، ويدعو النساء المسلمات إلى الابتعاد عن الإسلام، والإسلام ليس بدين الحرية، لم يعطي للمرأة احتراما ولا تقديرا. لا 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 أبدا. لذلك كان علينا لزاما أن نبين هذه الأمور، ومع الأسف نجد أن البعض من المبلغين لم يبينوا ذلك بشكل واضح، ولذلك هذا واجب يعني تكليفي على كل الأحوال. فخدمة المرأة لزوجها ليس بواجب إلا إذا اشترط ذلك في العقد، في عقد الزواج، بأن تكون في خدمة أهلي، وهي كذلك تكتب شروطها في الزواج. يعني للمعلومة بأنه من حق المرأة بأنه إذا جاءها خاطب وأراد أن يعقد عليها في يوم العقد، أن تشترط في يوم العقد بأن تقول أنا موافقة على الزواج من فلان بن فلان بشرط ألا يتزوج علي. لا أنا غير موافق، انتهى الأمر، أنا امرأة لا أقبل أحد أن يتزوج علي. هذا يكتب بالعقد كما هو، يعني الشروط التي يريد أن يمليها هذا شأنه. مثلا يكتب في عقد الزواج أنا أوافق بالزواج من فلانة بنت فلان على المهر كذا، على مؤخر كذا، على الغرفة الفلانية كذا، مع خدمة أهلي، مع بأن لا تطالبني يوم من الأيام بأن أخرج من بيت أهلي. هذا يكتب بالعقد ويحاسب عليه. كذلك المرأة تقول أنا مثلا أتزوج فلان بن فلان بشرط أن أبقى في بيت أهله لمدة 2 سنة، وراء 2 سنة لا أبقى، إلى غير ذلك، هذا من حق المرأة. عرفنا الآن؟ فعلى كل الأحوال فليس واجب شرعا بأن تقوم المرأة بخدمة أهلك، ولا يجوز لك شرعا بأن تجبرها على ذلك وتزعل وتضربها وتصيح بوجهها وتقلل من شأنها، هذا كله حرام يؤدي بك إلى النار. النقطة الثانية التي عليك أيها الزوج ألا تجبر زوجتك عليها هي قطع صلتها بأهلها وأقاربها. مع الأسف الشديد نجد أن البعض من الأزواج يحاول أن يقطع صلة زوجته بأهلها وأقاربها. هي من النوع التي تتصل بأهلها دائما، تذهب إلى أهلها، متعودة على ذلك، تذهب إلى أقاربها، يبدأ بمنعها من ذلك،
نعم، ربما لا تملك مالا كافي، ربما يعني ليس لديك وقت كافي، ولكن هذا لا يعني بأنك تجبرها بأن لا تتصل بأمها أو بأهلها. وعندما يكون هناك خلاف بينك وبين أبيها، بينك وبين أخيها، أحد من أقاربها، لا يحق لك شرعا بأن تقطع صلة رحمها بهم. ومع الأسف هذه أول العقوبات التي ينزلها الرجل إذا ما حدث خلاف بينه وبين زوجته، إما أن يرميها ببيت أهلها، وإما أن يجعلها لا تذهب لبيت أهلها، يحرمها من أهلها. وكلا الأمرين حرام شرعا، لا يجوز لك شرعا أن تفعل ذلك. النقطة الثالثة والمشكلة الكبرى، بعض الأزواج يريد أن يغير زوجته كما يريد، يعني تترك ثقافتها وتترك فكرها وتترك شخصيتها وتترك كل ما تؤمن به وتعتقد، وتنزل عند أهوائه، تنزل عند شخصيته، يريد أن تكون نسخة ثانية لشخصيته. وإذا ما خالفته في فكرة، لم تقتنع بشيء، لديها رأي آخر، لديها مقترح آخر، لا، بدأ الزعل والخصام، ولن يرضى عنها حتى توافق رأيه، حتى تتنازل عن شخصيتها تماما، تكون كالسراب لا قيمة لها إطلاقا، إنما كقطعة الأثاث يأتي بها يمينا يأتي بها شمالا. لا يجوز لك شرعا. هذه المرأة ريحانة، وهي أمانة الله، كما جاء في الروايات، المرأة أمانة الله عند الرجل، أمانة الله عند الرجل، ولا يحق لك أن تعبث بالأمانة كما تريد، لا يحق لك أن تفسد الأمانة كما تحب. هي رأيها، ما دام رأيها حلال وتفكيرها سليم ومنطقها صحيح وموافق للعادات الاجتماعية الصحيحة الموافقة للإسلام، لا يحق لك أبدا أن تغير من آرائها، وخصوصا بأن تزعل عليها، لا يحق لك، وأنت مأثوم بذلك. الأمر الآخر هو أن تجعلها تخالف ضميرها، تخالف ضميرها عندما تجبرها بأن لا تتحدث مع فلانة، وبأن هذا الأمر صحيح غصبا عليك، وتحاول أن تقنعها بأخطائك، أو بأن فلانة هي مخطئة مهما كانت، أو أن تفعل شيء خلاف ضميرها، لا تسلم على فلانة ولا تسلم على أهلها ولا تسلم على أحد من أخواتك، وأنت تقوم بإجبارها على ذلك، وتجعلها تقع في حيرة كبيرة لا تعرف ماذا تفعل، هذا حرام شرعا، لا يجوز لك. إذا أردت أنت أن ترتكب المعصية فهذا شأنك، أردت أن تقطع صلة رحمك هذا شأنك، ولكن تجبرها أن تغير من ضميرها، تغير من أخلاقها، من طبيعتها، من فطرتها، لا يجوز لك شرعا، خصوصا إذا أمرتها بشيء حرام. كذلك النقطة هي الخامسة، مخالفة الشرع الله. مع الأسف الشديد نجد أن بعض الأزواج يجبر زوجته مثلا بأنه تترك الحجاب، تترك العباءة، لا بد لها بأن تخرج وتسلم على فلان، وتجلس وتتحدث وتتمازح لكي لا يقال عنها معقدة، لا بد أن تخرج من خارج البيت بهذه الصورة، بهذا الشكل، بهذه الملابس، أو إنها تؤخر الصلاة، أو إنها لا تصلي، يمنعها من الصلاة، يمنعها من صلة الرحم، يمنعها بمعنى آخر من فرائض الله عز وجل. لا يحق لك شرعا أن تجبرها على مخالفة شرع الله عز وجل في الأحكام الشرعية، في أي حكم من الأحكام الشرعية، وهذا حرام شرعا. وعليك على هذه النقاط التي تكلمنا عنها الخمس أيها الزوج بأن تعرف، يجب أن تكون أهلا لهذه الآية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكيف هي هذه الأمانة؟ هذه أمانة الله؟ زوجتك حطمتها أنت بالكامل إذا لم تطبق هذه النقاط الخمسة، أنت سوف تدخلها النار، وأنت تدخل النار معها، وأولادك يدخلون أيضا. لذلك هذه الأمور الخمسة على الزوج أن يتجنبها، أن لا يطلبها مطلقا إلا إذا اقتنعت الزوجة بذلك، الأمر راجع إليها. والأمور الخمسة كما قلنا هي خدمة أهله أولا، وكذلك قطع صلة رحمها بأهلها أو بأقاربها لا يحق له، وكذلك تغيير شخصيتها أو تغيير قناعاتها أو تغيير ضميرها أو مخالفة شرع الله، لا يحق لك أبدا. برنامج صباحات ولا أيام، محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.